منه اللي بعت هنا وزن ولا قاعد عطيتو لك انت عيديني بالزباده طار وحتى بالزباده راه لي 140 وجيب سهلت سهلت عيني امن ودي خلي ما نعاجك اذا عندك الناس خلي يروح امام ما تشوف معنا فوق الخروف تبارك الله تلاقي العام فوق التليات كيكم غادي في العام الاخر رباعي كيكم غادي في كيكم العامين دابا رباعي ويلاه عنده عامين يلاه كيلاقي عام واللي عنده اثنين ويلاه عنده عام كيقفل العام كيطلع التليات ياك عام تشكين الناس شنو اللي براسهم حاليا 48000 ريال والبيع ديالهم كما قال لي 52000 ريال الله يسخر ليه الخرفان كتشوفهم الخوت راه كاملين سنين الحليب الله يدير الخير النمره ديال تي خير موجود الحمد لله والغلا وهادشي هذا راه بنادم اللي بغى يمشي على قد حاله جيبو راه غيمشي معقول كاين ديال الدرويش كاين ديال الدرويش 40 مالها ما كايناش كاينه 46 كاينه 50 كاينه 36 الله كما كتشوفوا معنا راه السوق اليوم ان شاء الله اللي غادي نبارطاجيو معكم اش دير الصندير هذا العام؟ يا صاحب تبارك الله يا عم واخا اخويا تبارك الله راه السوق اليوم وهذا الشيء اللي كنت راه السوق اليوم كما كتشوفوا معنا خوت الصندير ودني تبارك الله تبارك الله خوت كما كتشوفوا معنا ما كي خلي ما نعاجك إذا عندك الناس خلي يروح أمامك. كما كتشوف معنا الخرفان اللي عنده تبارك الله. عاطيك شي حاجة لميم ولا؟ 135 والبيع ديالو ان شاء الله 7500 واحد الفيديو كنت صورته السيمانه اللي فاتت وكان تسولوني على النميره ديالك عاود تقول لي حد قلنا له قلنا ما تقيده صحيحه 06 72 52 05 72 كما شفتوا معنا الخوت النميره ديالو تبارك الله راه عنده خرفان المليح كاين الامين لا لا كاين الامين راه السوق راه انا داكشي اللي جيت عنده كما سمعتوا 134 اللي عاطين حاليا تبارك الله وسط الله النبي وهذا اللي هنا العميم عاطين فيه شي حاجه ولا؟ هذا 94 كما كتشوفوا معنا الخوت اللي قدامنا حاليا 94 اللي معطيه كما سمعتوا معنا 5200 درهم البيع تبارك الله وصلنا اليوم غادي نحاول نشد لكم الخرفان كاملين اللي عنده يعني راه تقريبا الاحجام اللي عنده هنا راه ديال 5000 درهم باش كيقول السن راه كاين ثنايا وكاين شنا الحليب الله يسخر ليه كاين زين تبارك الله لا شوف هكا كعنقر عنقر كما كتشوف معنا الخوت هاد الخروف هذا تبارك الله الله يحفظك عميم الله ينورك بارك الله فيك انت صحة مزيان الله يبارك فيك شحال هاد الخير 150 150 اللي عاطين كما كتسمعوا معنا لا شاد كلام يا شاد 7500 درهم تبارك الله اللي عاطين هذا ثلاثي ولا رباعي؟ كما كتشوفوا السن ديالو سداسي ولا رباعي؟ سداسي ولا رباعي؟ سداسي العميم هذاك غنقدم سداسي هذاك سداسي شحال البيع ديالو ان شاء الله؟ 180 ان شاء الله كما سمعتوا معنا 9000 9000 درهم راه السوق تبارك الله تبارك الله تبارك الله
ساكي ساكي هاتي وسم الحال ديال العيد هذا هو ديال العيد حاول يصبر هذا هو ديال العيد البعيد هو دابا 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 فيه قديم جوج اللي بغى يعيد فيه واللي بغى يدير الغنم ياك الامين يصلح لك كل حاجه يصلح لكل حاجه اي حاجه حاول يستاتي هو اللي يجي العيد راه هو ديال الاضحيه مخير عيش دقيقه عيش بباس بخير غير نقول لك عليك يلا وكيدير الاثمنه دابا مع قرب العيد با بنعيسى كيدير الاثمنه المليح ما يرجعش من بلاصته المليح ما يرجعش من بلاصته صافي بلاصته ديما والخروف موجود تبارك الله الخروف موجود والخير موجود والثمن كاين كلشي حاولي موجود الباقي الحاج والعلف غالي والعلف العام والعرس السلعه والماكلة حاولي السلعه كاينه والثمن كاين ما يرجعش الله مزيان يعيدوا باش ما يرجعش هذا خير بروميان قال مليح ديما ندير وبغيت نسولك واحد القضيه ام احسن السوق ديال هنا ولا السوق ديال الخميسات حيت بنتي لي واحد السوق ديال الخميسات هاد السيمانه ديال هنا خير السوق ديال هنا احسن شحال غادي نلقى والرئيس هو اللي جاي يجمع تجمع المليح كامل حتى هذا راه شحال غادي يجيب العيش حاولي زوين ها اللي كاين باش نمشيو راه 160 اللي عاطين حاليا 6 درهم احنا 130 140 150 احسن نديروا ليه 1000 ريال تصوير كما كتشوفوا معنا تبارك الله انا كاسبو شي واحد هنا انا قول لا لا ما كاسبو يوهانا قول انا بيع لي انت واحد احسن منه ها اللي بعت لك فينا وزنت انا قاعد عطيتو لك انت عطيني الزبده طاب راه ما كاينش الزبده راه لي 140 وجيبو سهليت سهليت مليحه هو صافي بعدين مليون ها 150 حتى 160 ما يتباع لك 180 اللي بغيت زوين هاد العام عالم اللي موجود العلف اللي غالي الماكله بن عيسى خديتيها ولا ها؟ صافي سير اخي سير نبيعوك ان شاء الله 180 هادي 103 باقي بن عيسى فاتك انا كما كتسمع معنا عاطين 150 ثابته شوفوا معايا تبارك الله الناس اللي تجمعوا لهاد الخروف ما كتشوف معنا الخوت راه السوق اليوم تبارك الله سالك درهم باش تقطع البيع ديالو كما كتشوفوا معنا نحاولي السن ديالو راه سداسي كما كنشوفوا الحولي راه داز 8000 درهم باش خرج الله يسخر لهم كما كتشوفوا الخوت الخيرات تبارك الله اللي كتواجد قدامنا وكما كيعرف ان سوق الخميس كيعمر بالسردي وكاين احجام تبارك الله صلاه على الخوت كما كتشوفوا معنا وغادي نشوفوا السن ديال لا واحد شاصه واحد شاصه اش داير السن ديال اخويا اش هاد الخير عندك ني كما سمعت معنا السن ديالو تني تبارك الله سبحان الله يلاه لا قال عام عنده عامين لا كيطلع ثنيات كيلاقي العام فوق الثنيات
كيكم غادي في العام الاخر الباعي كيكم غادي في كيكمل عامين دابا الباعي ويلاه عنده عامين يلا كيلاقي عام واللي عنده اثنين ويلا عنده عام كيقفل العام كيطلع ثنيه ياك عام كيفاش كاين الناس شنو اللي فراسهم فراسهم ان اللي طلع جوج سنات عنده عامين اللي طلع اربعه عنده اربع سنين دابا الخروف ملي كيطلع ملي كيكون سنا الحليب كيكمل العام كيكسر جوج سنات جوج سنات فعلا كيلاقي العام ملي كيطلع رباعي كيولوا عندو عامين اييه ملي كيطلع سداسي كيلاقي ثلاثة والناس غالطين في هاد القضية كيشوفو جوج سنات كيكونوا عامين راه حد كيطلع أربعة كيتبدلو كيقول لك راه عنده أربع سنين راه حد كيطلع جوج والله كتكون عندو عامين ديك الساعة إلا كان رباعي اسمح لي راه حد كيطلع سنين الحليب وتيطلع رباعي في دقة واحدة كاين سنين الحليب يقدر يطلع رباعي في دقة واحدة بلا ما يدوز الثنايا ديريكت بلا ما يدوز الثنايا يطلع رباعي في دقة واحدة سبحان الله عطيني شي حاجة في هاد الخير أخويا هذا عطاونا فيه 142 142 والبيع ديالو ان شاء الله قلنا لي 150 الا جابها 150 كما سمعتم انا حاجه مليحه لا كاين زين تبارك الله كاين زين شوف راسك لا شفت شفت تبارك الله تبارك الله وراه معروف بالصديق تبارك الله راه دائما كيجيب راسو هذا قنيطري ديالنا قنيطري واش حاجه مرحبا عاود قول لي النمره 06 68 99 99 99 97 77 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
الغليظ والبرقي البرقي كذلك عندك ياك كاع البرقي عندك جيت عين سبع عين سبعه كما سمعت اللي بغى شي حاجه عندنا حتى البرقي اللي بغى شي حاجه النمره هي اللي بغى البرقي السردي قنيطره هالسيده اللي بغى ياخذ من عندك دابا وخليته للعيد محبه مفتوحه كما سمعت انا بديتي البيع دابا ان شاء الله كما سمعت انا خذ النمره ديال التليفون هاي كاينه قول لي الاثمنه ديال السردي عندك مناش كتبدا تبدا من 6000 درهم حتى 8000 درهم من 6000 حتى 8000 درهم والبرقي البرقي عاوتاني من 70 حتى 100 ولكن راه الحاجه مليحه الحاجه مليحه كاليتي شوف كما كتسمع خوتي الاثمنه ولكن يدك ما توقفش في ظهرك والله تبارك الله اكثر من هادشي تبارك الله شوف اكثر من هادشي تبارك الله كما سمعت معنا الخوت الله يسخر الله يسخر لك الله يسخر لك النمره ديال التليفون هي كاين شي حاجه ديال المعقول الله يسخر مرحبا بارك الله فيك كما شفتوا معنا الخوت الخرفان اللي عندهم هادو عنده شي حاجه ديال البركي عنده كذلك شي حاجه ديال السردي اللي هي كتواجد هنا وكذلك بالكوره كما كتشوف معنا الخوت الخرفان احجام تبارك الله خويا بخير الله يحفظك الله ينورك كما كتشوفوا معنا الخوت راه تبارك الله راه احجام ملكيه مرحبا مرحبا البهايم كامل اللي تيتكلم بها هو البهايم كامل الناس اللي بغا شي حاجه تيرقى لي عليهم كلشي داكشي اللي كاين عمي وكما كنعرفوا تيرقى لي تيعطيك الورقه ديالو كلشي ناضي مرحبا عيسى كياخذ البون ديالو صافي تيبقى العيد واحد يومين ولا ثلاث ايام كتوصلوا لهم ولا كيمشي عندك يجي يدي اي مرحبا كما سمعتوا معنا الخوت والله يسخر تبارك الله عليكم امين يا ربي ابن ديالك هذاك كنعرفو صورت معاه شحال من مره وعجبتني فيك واحد القضيه انك كتخليه هو يتوكل على الله وكي مزيان داكشي اللي كاين مزيان مزيان والله يصلح الله يخلي لك وليدات امين يا رب كما كتشوفوا معنا الخوت الخرفان راهو دور الاثمنه كما خلينا من عنده الانطلاقه ديال البيع راه بدات عنده في الكوري الله يسخر قناه الفلاحه فلاحه العميم بارك الله فيك شوفوا معنا تبارك الله الخيرات اللي كتواجد ديال البركي اش ديني السن ديالهم اخويا سنين الحليب عاطين شي حاجه ولا 48 والبيع ديالهم ان شاء الله 52 52 المرقد ديالهم بغي انا مسؤول ياك 52 لواحد 48 جمله كما سمعتوا معنا 48 جمله وفرادي 52 فرادي عاطهم 52 ولا طالب البيع ديالهم 52 البيع ديالهم 52 كما سمعتوا معنا وغادي نشوفوا ان شاء الله نبارطاجيو معكم النميره الا بغى يخليها مع يخليها دوز اخويا كما كتشوفوا اولا بعدا غادي نشوفوا الخرفان كما كتشوفهم السيد هذا راه غير من السهول غادي نتسنى ان شاء الله يسالي التليفون ديالو باش غادي نبارطاجي قول لي اخويا دير واحد القضيه كتبيع للكليان دابا بغى ياخذ يخلي عندك الحوالي حتى تليت تخلي النمره ديال التليفون ديالك قول لي 06 28 48 14 95 اسم كريم محسن كما سمعتوا معنا النمره ديال السي محسن خرفان كتشوفهم هما هادو الخوت الله يسخر ليه راه غير هنا سهول اللي عاطينو حاليا 48000 ريال والبيع ديالهم كما قال لي 52000 ريال الله يسخر ليه الخرفان كتشوفهم الخوت راه كاملين سنين الحليب الله يدير الخير النمره ديال التليفون انا بارطاجيتها معكم الا كانت شي حاجه ديال المعقول بغيتو تواصلوا الله يسخر لكم شوفوا هاد الخيرات تبارك الله كي داير عمي بخير صحه مزيان الله ما كان واحد ايوب ما جاش اليوم ولا لا كاين موجود راه واحد الدراس ليه ايوا مزيان الله يسخر ليه عطيكم شي حاجه بهاد الخيرات ولا عطاو مادة ساعه عطاونا سيدي
52 52 والبيع انت طالب 52 ولا عاطين؟ بغيت فيه 62 هذا 62 كما سمعتوا معنا حاجه بالديزينه كما سمعتوا معنا 62000 اللي باغي سنه الحليبه اللي تبتها دابا 52000 ريال 52 كما سمعتوا معنا اللي تبتها حاليا 52000 ريال وراك معروفين بواحد البرقي خير ديما ما كاين غير البرقي الله يسهلك الله امين صور البرقي صور معروف معروفه اخي معروفه ونطلب الله اللي يحشمنا امين يا ربي النمره ديال التليفون ديالك راه كاينه عندي غنبارطاجها ان شاء الله اللي كانت حاجه ديال المعقول بغا يتواصلوا الله يسخر لك مرحبا داكشي اللي كاين الناس دابا اللي بغاو ياخذوا يخليو عندك في الكوري تاع العيد ان شاء الله مرحبا كدير مع محمد قديم ما سيدي غايدفعوا لي غير فلوس ال1000 داكشي اللي كاين كيفاش تقول المواطنين الناس اللي خايفين من الحولي ما كاينش وهذا الغلاء خير موجود الحمد لله والغلاء وهذا الشيء هذا راه بنادم اللي بغى يمشي على قد حاله جيبو راه غيمشي معقوله كاين ديال الدرويش كاين ديال الدرويش 40 مالها ما كايناش كاين 46 كاين 50 كاين 36 واش بالك في هذوك الخرفان ديال الصبانيه اللي جابوهم تبيعهم ب 56 نكذب عليك اخاي ما قلبتي مش مشيتش كاع ما قلبتوش وما عمري شفت معقوله مازال ما شايفوش كي دايرين باش تحكم عليهم وما نقلبهمش ياك باغي شي حاجه البلاد بغيت حاجه البلاد البلاد وما يكون جايب الرومي لا عمر لي الدار البرقيه والطوينقه بغيت نسولك هاد القضيه ديال الخروف ديال الطنقه دابا ملي تقرب العيد ضروري الخروف خصو يكون عنده الطنقه غادي يدخل ولا هي ما كاين حتى حاجه منها خايب ما كاينش شي حاجه منها لا كاين حتى حاجه هذا غير واش هاد القضيه كيديروها الدوله غير وديك احصاء يعرفوا الخرفه اللي كاينين ولا داك الشيء اللي كاين كما سمعتم معنا الخوت والله يسخر لك الامير الله يسخر لك شوف الخوت هاد الخرفه تبارك الله السرادة دوز امير زيد اخو زيد فهمت اثنين وسنين الحليب ولا كاملين اثنين يا محمد؟ كما سمعتم انا كاين سنين الحليب والثنايا وغادي نشوفوا ان شاء الله الثمن اللي عاطين كما سمعتم انا 78 اللي عاطينه حاليا واش حال هنايا؟ 78 ديال الجمله ديال الجمله بسم الله الشرفة لحد الآن 78 اللي عاطي الله يسخر لهم السن ديال المرا كاين سنان الحليب وكاين ثنايا فيهم والبيع ديالهم إن شاء الله شحال كتقول أهمي؟ كنقولوا 80 جابوا 80 كما سمعتم أنا 80000 ريال البيع ديالهم الله يسخر لي الله يسخر لك الأمير بارطاجيو معكم النميرة ديال السيد إن شاء الله إلا كانت شي حاجة ديال المعقول وبغيتو تواصلوا غنسولو أولا واش دابا اللي بغى ياخذ العيد ويخليه عندك حتى العيد ما كدير مع محمد القديم مرحبا قول لي النميرة 06 93 77 60 64 الاسم كريم عبقادر غير هنا من السهول ولا من السهول؟ غير من السهول كما سمعتم أنا النميرة ديال السي عبقادر الأخ سهلي النميرة ديال السي عبقادر راه عنده خرفان صرادة الخوت كما كتشوفوا مرة تبارك الله كاين الاحجام سمعتوا معنا الخوت النميره ديال التليفون انا بارطاجيتها معكم كانت حاجه ديال المعقول بغيتو تواصلوا السيد هذا راه كاين في السهول الخرفان راه قطعهم حاليا ب 4000 درهم السن ديالهم معروسنا الحليب والثنايا وكاين حوايج كاينين عنده خرفان كذلك في الكوري المرق ديالهم راه من السهول والله يدير الخير الله يسخر ليه كتشوفوا الخوت هاد الخرفان تبارك الله اللي كتواجد هنا ديال البرقيه كم لي سنه الحليب اخوياك؟ كاين شي جوج كما سمعتوا كاينين جوج ديال الثنايا هنا غادي نشوفوا ان شاء الله هذا عاطين فيه شي حاجه ولا اللي شادو؟ جمله شحال عاطين؟ عطاونا 47 47 والبيع ديالهم ان شاء الله شحال كتقولوا؟ وحنا ما كرهناش 60 ما كرهناش كما سمعتوا معنا خير باقي ما قطعتيش لا ما قطعتش ما قطعتيش المهم 47 اللي عاطين الحانيه الخرفان كتشوفهم 45 اللي من اللي هذيك اللي من اللي غنمشي نصور ان شاء الله اللي من جوجه 45 قول لي عندكم شي حاجه اخرى ولا هادشي اللي كاين الكوري عامر في كاين الكوري فين لا انا جيت العرجات ولاد بورزين وهنا في العرجات ولاد بورزين وفي العرجات كما كتسمعوا الخوت الكوري عبد الرحيم دواك بحال خونا دواك هذاك الشيء اللي كان غناخذوا النميره ديال سي عبد الرحيم تاو قول لي النميره ديالك بعدا انت هو يعطيك النميره ديالك 06 58 70 88 84 الخوت اللي بغى شي حولي عطيه النميره عزيز انت النميره قول لي سي عبد الرحيم
عندك السردين والبرقي ولا غير البرقي اللي بغا كلشي كاين انا قلت لك هضرت كما سمعتوا معنا الخوت كلشي كاين مقوله كلشي عيب كلشي عيب هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله كما سمعتوا معنا الخوت عندنا ديال الخر بركه 45000 باخر المتزوج يتفاهموا معك الناس المتزوج شحال عاطين فيها عطاونا 45 عطاونا هنا 47 باقي ما قاطعش كما سمعتوا معنا الخوت هنا 47 الخرفان هذو اللي كتشوفهم قدامنا وهذو اللي متزوجين هنا 45 اللي عاطين مليحه العميم مليحه المرقد ديالهم هذو منين خنيفره ولا خنيفره كما سمعتوا معنا المرقد ديالهم راه خنيفره تبارك الله النميره راه خديتها الا بغاو شي حاجه ديال المعقول وبغاو يتواصلوا معكم قولي واحد القضيه دابا بغا ياخذ الحوالي ويخلي عندكم حتى العيد كديروا مع هاد القضيه مرحبا كما سمعتوا العيد ديالك يا والله يسخر خديتي انت ولا مازال ها قولي الوالد ولا غيتكلف اه الله يسخر الله يخلي لك العميم امين هادو مازال ما قطعتهمش يلاه عاطين 45 دابا اللي عاطين هنا لا اخويا ما قطعناش مازال ما قطعتهمش كما سمعتوا انا راه 45 اللي عاطين خرفان راهم قدامنا متزوجين الله يسخر ليه النميره ديال التليفون الخوت راني بارطاجيت معكم راه كاين عندهم كوري هنا في السهول وعندهم كذلك في العرجات والله يسخر لهم الله يسخر لكم الامين امين شوف معنا الخوت احجام ديال الخرفان راه كاملين سنه الحليب ما عدا جوج ديال الخرفان اللي كاينين تنايا لحد الان 47000 ريال اللي عاطينو النميره ديال التليفون الخوت راني بارطاجيتها معكم اللي كان شي حاجه ديال الماكولو بغيتو تتواصلوا الله يسخر راه كاين عندهم كوري في العرجات وكذلك كوري هنا لداخل في السهول كما كتشوفوا الخوت الاجواء ديال السوق هي هذه احجام ديال الخرفان انا كذلك كنشدها معكم هادو اللي قدامنا لحد الان راه كاملين 47 اللي معطيه والخرفان اللي متزوجين له 45 الخير موجود دابا واش كلشي غيعيط دابا الدرويش شحال تقريبا باش يبدا الخروف دابا ديال الدرويش 2000 درهم وطلع 2000 درهم اطلع عاود قول لي النميره ديال التليفون ديالك قول 072 98 23 24 كما سمعتوا النميره السهول مرحبا السهول هنا لداخل ولا فينا بلاصه الخميس دابا 6 كيلومتر بعيد على الخميس بعيد على سوق الخميس 6 كيلومتر كما سمعتوا معنا الخوت النميره راه كاينه كانت شي حاجه ديال المعقول الله يسخر ولا بغى ياخذ الحولي وخلي عندك حتى العيد راه كدير مع محمد القادم المعقول راه كاين داكشي اللي كاين راه معروف هنا في السوق دائما كنشوفك اخي كما سمعتوا معنا الخوت النميره ديال التليفون راه كاينه الله يسخر راه قال لكم الحولي من 2000 درهم انسان يقدر يعيد الاثمنه اللي عنده هنا راه كما سمعتوا معنا تاريخ 1 شهر 6 2023 الاثمنه الحولي سبحان الله